والله الحقيقة هذا يعني خطر كبير جداً، أن يقنط الإنسان من رحمة الله. والله عز وجل ينادي على عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. فهذا الولد يحتاج أن يعرف على سعة رحمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي كانت تبحث عن ولدها، أضاعته في المعركة، فكانت تبحث عنه وهي تبكي تبحث عنه، حتى إذا وجدته ألصقته ببطنها وألقمته ثديها وهي تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه واضعة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. قال: والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. فهذا في الحقيقة قد عظم في قلبه المعاصي التي وقعت منه، وهذا علامة إيمان بالمناسبة، لأنه في الحديث أيضا أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل على رأسه يكاد أن يسقط عليه، ولكن غاب عنه الجانب الآخر وهو سعة رحمة الله ومغفرته. فإذا فهم أو صار هذا التوازن في حياة الإنسان فبإذن الله تعالى يتوب إلى الله عز وجل. والله كفى بالعصاة وبالتائبين فخرا أن الله يفرح بتوبته حتى لو كان عاصي. حينما يتوب هو يفرح الله عز وجل. ولذلك أنا كتبت سابقا أن والله كفى بالتائب فخرا أن الله يفرح بتوبته. عندنا في الحديث أن الله عز وجل قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده. فإذا كان الله يفرح بتوبتك وهو غفار الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل ذنب يغفر الله إلا الشرك،